حاضر حاضر، هيجيلك حالا. مع السلامة يا شعبان. اللي انت جايبه ده انا مش عايزه فين، وعايزاك تجيب لي 30 بيضه ونص كيلو جبنه وزيتونتين عشان عايزه افطر بنتي اسراء قبل ما تروح الامتحان. هتفطريها ب 30 بيضه؟ الله يخرب بيتك، انت عايزه تخربي بيتي. ايه يا اخويا مستغرب كده ليه؟ انا مستغرب بس من الزيتونتين. لا ما انا لازم ماكلها الزيتون كتير عشان ما يحماش عليها وتعرف تحل في الامتحان. طب وبالنسبه لل 30 بيضه؟ لا كل الا البيض. هو في حاجه بتخلي الدماغ كده تبم وتلعلع الا البيض؟ انت هتقولي لي هتبم وهتلعلع؟ بس بتبم وتلعلع مش في البطن يا اخويا. خلص بقى، خلينا ندعي للبنت كده يمكن ربنا يكرمها. يا بنتي ما احنا بقالنا سنين بندعي لها، مفيش حاجه، محلك سر في نفس السنه. والله معاك حق يا شعبان، بس بص احنا ندعي ونعمل اللي عليه، يمكن المره دي تسير. ادعي يا شيخ ادعي. يا رب سهل لها الامتحان. امين. وتعرف تحل في اللجنه تمام. امين. وابعد عنها المراقبين الرخام. امين. ويا رب سهل لها تطلع البرشام. امين. امين يا رب. بس بقول لك ايه يا ابني؟ ايه؟ احنا لازم نستغفر ربنا ونتوب بعد ده. يا اخويا احنا لازم نستغفر ربنا ان احنا اصلا اتنيلنا واتجوزنا. امين. احمد واسماعيل روح. ما تاخذونيش يعني، انا عايزه اسال حضراتكم حاجه. مفيش اي ميعاد تاني غير الساعه 6 الصبح ده؟ لان الولاد بيبقوا لسه صاحيين من النوم ومش مركزين. يا فندم طبقا لاحدث النظريات دي احسن ميعاد للتركيز. احسن وقت ايه حضرتك؟ دول نايمين زي ما انت شايف. حضرتك فهمت غلط، قصدي التركيز بالنسبه لي انا. اه ثم يا هانم احمدي ربنا ان احنا اعطيناك الميعاد ده. احنا المواعيد عندنا ملخبطه خالص. ايوه حضرتك هتقولي ما انا طبعا عارفه. يا عيني عليكوا يا قلب امكم، ما بتلحقوش تناموا. الحمد لله انك عارفه، بس طالما حضرتك بقى حاسه بينا كده يبقى احنا لينا عند حضرتك طلب سفيف يعني كده. لا لا لو سمحت، لو طلب سفيف زي بتاع امبارح فالثلاجه بتاعتي خلاص شطبت، ما فيهاش اكل ولا بتاعت رجاء. اكل ايه يا مدام؟ ده حتى لسه ميعاد الغدا ما جاش. الموضوع ان الاعلام والصحافه شادين حيلهم علينا اول يومين دول. ايوه يا مدام، ومش سايبيننا بقى اين المسؤولين. ده الاستاذ توفيق عكاشة مش سايبنا في حالنا، والكلام بتاع كل موسم اللي حضرتك عارفاه ده. اللي عارفاه عارفاه وعايشاه طبعا، بس الغريبه بقى ان الصحفيين دول هم نفسهم اللي بيدوا ولادهم دروس خصوصيه في كل المواد. الله ينور على حضرتك يا مدام، اهو هو ده اللي احنا عايزينه، تكتبي لنا مقاله من مقالاتك الحلوه ديه وتنشرها لنا. ايوه، وتقول الحقيقه ان الدروس الخصوصيه لا يمكن الاستغناء عنه. ايوه صح، ده موضوع مهم قوي ولازم اكتب فيه. 6 الصبح بدري قوي. وزي ما بقول لحضرتك كده يا عمي، انا هعتني بيها في كل حاجه. لما تعوز تاكل هاكلها، ولما تعوز تشرب هشربها، ولما تسقع هغطيها، ولما تعوز تستحم. بس 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 يا 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 ابن ال... بس يا شريف يا حبيبي شريف. الله، انا حيائي لا يسمح. هعمل لها ايه يعني يا عم؟ هولع لها السخان. اذا كان كده ماشي، اذا كان على السخان يعني. هو ايه اللي ماشي؟ انا مش موافقه. مش موافقه على ايه؟ ده الراجل هيشتغل لك خدام. لا يا عمي مش خدام، انا هبقى مرمطون. شفتي؟ مش خدام بقى، مرمطون كمان. وهبقى زي مشبك الغسيل، منين ما تحطني هشبط. ما شاء الله، شفتي؟ مش اكتر من مشبك. مش كده وبس كمان يا عمي. بس يا ابني بقى، بس يا حبيبي، هتعملي اكتر من كده؟ انت بهدلت سمعة الرجالة. كل ده ما يدخلش دماغي. يا رب دماغك تنفجر بالقنبلة. ليه يا ميسون يا حبيبتي مش داخل دماغك؟ يعني ايه واحد يقابلني صدفة في كافيه يحبني؟ ما هو حيوان. يا ميسونتي، انت ما سمعتيش عن اللوف اللي من اول نظرة؟ هو ده الحب اللي من اول قرفة. I don't care يا عمي، المهم انه love love. طيب ادوني مهلة افكر. مهلة افكر. وماله يا حبيبتي، فكري زي ما انت عايز. بص يا شريف يا حبيبي، خد يا بابا هديك 50 جنيه. 50 جنيه دي تاخدها. ايه دول؟ عشان تاخد ميسون تتفسحه وتاكلها كشري بقى ورز بلبن. اسف يا عمي، سوري، مش انا ابدا اللي ياخد فلوس عشان يصرف على خطيبته. يا سلام يا سلام عليك يا شريف، وكمان طلعت راجل. مش الحيوان اللي اسمه سامح اللي كان مستغلني كل مره 50 جنيه يا حيوان؟ معلش. عمي بمناسبه الخروجه، معاك بس 100 جنيه سلف؟ جسمه
سامح كان برقبتك. اه يا حبيبي 100 جنيه سلام. لا يا بابا، بص خد ال 100 جنيه اهي، 50 سلف و50 مني. يلا ابو الكرم يا عم. يلا يا ميسونت يلا. استنى ليديز فيرست يا حبيبه قلبي. اه ليديز فيرست، هو فعلا الحمير على اشكالها تقع. لا 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 لا، ايه رايك بقى اقول لك على حاجه جميله؟ اثبت الدروس الخصوصيه تحتل البيوت المصريه، ايه رايكم في الموضوع بتاعي؟ ايه يا ابني الدخله دي؟ وفين الموضوع اصلا؟ انت كل اللي قلته المانشيت. ها وبعدين؟ ايوه انت بصراحه المفروض تقرا لنا الموضوع واحنا بقى نقيم نشوف انت كاتب ايه. خليك يا اختي في الانتخه بتاعتي دي واقرا لي ايه؟ ما انا نفس الموضوع اللي كنت كاتبه السنه اللي فاتت في موضوع الامتحانات، اكتبه ليه تاني واتعب نفسي ليه؟ لا اجتهدت بصراحه، اجتهدت يا علاء. اصل طالما الموضوع يا انجي ما اتغيرش، اكتب ليه واتعب نفسي تاني ليه من جديد؟ طب بطي صوتكوا بقى، مش عارفه انام. وبعدين انا عايزه افهم انت كمان، انت تعبه نفسك وهاريه نفسك وعماله تكتبي ايه من الصبح؟ انا بقى بكتب عن اهميه الدروس الخصوصيه في البيوت المصريه. ايه رايكم في القافيه؟ ولا ده السجع يا سامح؟ سجع ايه وفقع ايه يا انجي؟ طب ومين الحمار اللي هيوافق ينشر الموضوع ده؟ انا طبعا هنشر الموضوع اللي كاتباه انجي. ازاي؟ ازاي يا سامح؟ اولا انا مرات اعتصام بتدي دروس خصوصيه، ولولا ان اعتصام بتدي دروس خصوصيه كان زماننا دلوقتي بنشحت. لا كده الموضوع فيه كوسه. اخرس اخرس ايه؟ يعني ست انجي كاتبه لك موضوع لتدعيم الدروس الخصوصيه، يعني مصالح شخصيه. اخرس، انا كاتبه الموضوع ده علشان المدرسين بتوع ولادي، مش عشان خاطر الاستاذ جميل ومراته الاستاذ عصام. انت بتقول انت كمان؟ الله، مرات اسمها اعتصام مش عصام. لا مؤاخذه يا استاذ جميل، يعني معلش فرقت في حرف الت يعني. طب وين حضرتك ليه ما قلتليش ان الاستاذه عصام قصدي اعتصام بتدي دروس خصوصيه؟ كانت جت ادت الولاد واستنفعت. لا 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 لا، ولادك ايه؟ مرات بتدي دروس لطلاب في الجامعات. اه ده واضح ان شغل على كبير بقى. اه شغل على كبير، وواضح ان انتوا الاثنين طبخنا سوا. اخرس ايه حكايه اخرس دي؟ ده انا حتى صوتي حلو. ابجد هوس حطي كلام، شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. اخرس يا سامح يا سامح يا ابني، افهم الموضوع اللي كاتباه انجي بيناقش قضية الدروس الخصوصية ومشكلتها والأزمات اللي سببتها، وانت الموضوع اللي كاتبه بيناقش خطأ الدروس الخصوصية وأزماتها اللي بتعملها والأعباء على الأسرة. آه يعني أنا كده موضوع مش هيتنشر؟ طبعا مش هيتنشر، مين الحمار اللي ينشر لك موضوع معمول من سنة؟ أنا طبعا. آه أنا أسفة. طول عمري يا استاذ جميل بقول عليك بتفهمها وهي طايشه. يا سلام على خفه دمك. اصل هي طايره. يا سامع بص يا ابني، بص انا هنشر الموضوع اللي كاتباه انجي. ليه؟ لانه بيناقش اهميه الدروس والازمات والاهميه اللي حصلت بالنسبه للاسر في البيوت، وفي نفس الوقت وفي نفس العدد هنشر الموضوع بتاعك اللي هو ضد الدروس الخصوصيه علشان الاعباء اللي بقت على الاسر. في ايه يا استاذ جميل؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. ليه؟ يعني حضرتك هتنشر الموضوع بتاعي والموضوع بتاع سامح في نفس الوقت في نفس العدد في نفس اليوم توجذر؟ ايوه طول الدين اللي انت قلت عليهم دي. ليه؟ أنا عايز أنشر الرأي والرأي الآخر، المؤيد والمعارض، والاتنين بقى يقروا الموضوعين، وهما الاتنين كل واحد يقرأ اللي على هواه، وساعتها الأعداد تزيد. أستاذ جميل؟ أستاذ جميل؟ أيوه. أنت طلعت مكر. قصدك مكر الخشب. أه 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 أه